السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن اسباب تناقص عدد المشاهدات وساعات المشاهدة على الفيديوهات. كمان النقطة التانية اللي هتكلم مع حضراتكم فيها، وهي اختلاف عدد المشاهدات او ساعات المشاهدة من خلال الاطلاع على احصاءات استوديو اليوتيوب للقناة، وازاي حضرتك تقدر تميز هذه الاحصاءات وتتعامل معها. هدخل على طول على اسباب تناقص ساعات المشاهدة. اليوتيوب بيقول ايه هنا؟ هشوف اليوتيوب بيقول ايه وهنفسر الكلام ده، وبالدليل هندخل على احصاءات القناة ونشوف الكلام ده صح ولا غلط. اولا اليوتيوب بيقول لحضرتك اسباب تناقص ساعات المشاهده وعدد المشاهدات. بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك يتم التحقق بشكل مستمر من دقه المشاهدات ووقت المشاهده. اكيد الخوارزميات بتحاول ان هي تتتبع المشاهدات على فيديوهات حضرتك وقت المشاهده عشان تضمن وجود او تمنع اي تحايل لمشاهدات زائفه. تمام. وما بيتم اكتشاف التفاعلات الزائفة دي بيتم ازالتها وفرض عقوبات، اما بازالة الفيديو او باغلاق القناة. خلاص لحد هنا شكرا. بص الجملة اللي جاية دي مهمة جدا. هو بيقول لك لكن عندما يتم اعتماد عدد مرات المشاهدة ووقت المشاهدة بشكل نهائي، لا يحدث اي تناقص بعد ذلك، لا في المشاهدات ولا ساعات المشاهدة. خلاص طالما احتسبت وتم اعتماد عدد مرات المشاهدة وساعات المشاهدة او وقت اللي هو بيتحول بعد كده لساعات المشاهدة، خلاص ما بيحدث اي تناقص بعد كده. خلي بالك، ركز في الكلام. تاني حاجة بيقول لك اليوتيوب. اليوتيوب بيقول لك عدد مرات المشاهدات وساعات المشاهدة بيتغير بشكل مستمر. ايه سبب في احصاءات اليوتيوب او احصاءات القناة؟ سبب التغير ده هو ان التاريخ الاطلاع على الاحصاءات دي من عند حضرتك على احصاءات قناتك مش ثابت. يعني انت ممكن تدخل على اخر 7 ايام او 28 يوم او 335 يوم. كمان بيقول لك هتلاحظ اختلاف مستمر في وقت المشاهده. ده بسبب التآكل في ساعات المشاهده، لان الفتره نفسها غير ثابته. طب يلا نشوف الكلام ده معناه ايه. لو دخلنا على احصاءات القناه دي هنا، هتلاحظ ان هنا عدد ساعات المشاهده 4600 ساعة. عدد المشاهدات 70,000 مشاهدة. 70,000 مشاهدة. الفترة الزمنية هنا ايه؟ 365 يوم. هدخل على نفس القناة، لكن خلال 28 يوم الاخيرة، عدد ساعات المشاهدة 181.8، يعني 182 ساعة. عدد المشاهدات 6200. بص حضرتك، هي نفس القناة لكن الفترة الزمنية اختلفت. احنا في 365 كان كام؟ كان 4600 ساعة. في 28 يوم كان كام؟ كان 182 ساعة. طب لو دخلنا على صفحة تحقيق الربح من علامة الدولار اللي هنا دي، لو ضغطنا عليها هندخل على تحقيق الربح، هتلاحظ ان هنا ساعات المشاهدة العلنية 4322. طيب نيجي ثالثا، قال ايه اليوتيوب؟ بيقول لك في حالة حذف اي فيديو من القناة سوف تفقد ساعات المشاهدة. هتفقد، بالتالي لو حذفت اي فيديو عندك هتفقد ساعات المشاهدة بشكل نهائي. هنا هتتناقص ساعات المشاهدة العلنية في صفحة تحقيق الدخل. وإذا حولت أي فيديو إلى خاص أو غير مدرج بعد ما كان علني وكان محتسبة ساعات المشاهدة، هتختفي ساعات المشاهدة. لكن طب لو أنت رجعت الفيديو تاني للوضع علني، هتعود ساعات المشاهدة. يبقى لو حذفت الفيديو هتتحذف معاه وهتفقد ساعات المشاهدة بتاعته. لكن لو حولت فيديو من علني لغير مدرج أو خاص، هتختفي ساعات المشاهدة. ولو رجعته تاني من علني، من خاص او غير مدرك الى علني، هترجع تاني وتحتسب ساعات المشاهدة. تمام. رابعا، ركز بقى في النقطة دي. بيقولك في صفحة تحقيق الدخل،
في صفحة تحقيق الدخل، يتم فقط احتساب ساعات المشاهدة العالية في آخر 12 شهر. تمام، التاريخ ده احنا قلنا انه غير ثابت، لكن الأهم من كده بقى اللي هو خميسا اللي انا قلت لحضرتك وهثبتها لحضرتك دلوقتي، بيقول لك قد تلاحظ تغير في ساعات المشاهدة بين الإحصائيات في استوديو اليوتيوب وبين صفحة تحقيق الدخل. إيه السبب؟ قال لك لأن ساعات المشاهدة في صفحة تحقيق الدخل بتتأخر 3 أيام، بتتأخر بالاحتساب 3 أيام. هنا كان في صفحة تحقيق الدخل 4322 ساعة، طب لو دخلنا في إحصائيات استوديو اليوتيوب 4600 ساعة في خلال 365 يوم، طب لو خلال 28 يوم 182 ساعة، طب لو خلال 90 يوم 655 ساعة. حضرتك اكيد انا كده وصلت لك المفهوم، وصلت لك ان ده مش اختلاف ولا تناقص ولا حاجة، هو مجرد اختلاف في تاريخ الاطلاع على الاحصائيات او اختيار التاريخ، لان التاريخ غير ثابت. ده كان فيديو اليوم، انا كده جاوبت على استفسار من احد المتابعين اللي بيقول فيه ان ساعات المشاهدة وقت المشاهدة بيتناقص على قناته من خلال اطلاعه على احصائيات استوديو اليوتيوب حول القناة. هنا اديت لك معلومة مفيدة ان في اختلاف بيتواجد بين صفحة تحقيق الربح من خلال الضغط على علامة الدولار اللي هي بتبين لك لو القناة غير مفعلة لسه، التلات شروط اللي موجودين اللي هي عدد المشتركين 1000 مشترك، الاربع تلاف ساعة مشاهدة، وعدم تلقي قناتك لأي إنذار ناشط. تمام؟ الصفحة دي بتختلف فيها ساعات المشاهدة عن ساعات المشاهدة الموجودة في استوديو اليوتيوب لقناة حضرتك. الاختلاف الأول ناتج عن اختيار تاريخ الاطلاع، سواء كان 7 أيام أو كان عن شهر معين أو كان عن سنة كاملة 365 يوم أو 90 يوم، ايا يكن الفترة اللي حضرتك بتطلع فيها هتلاقي كل فترة عن فترة بيختلف عدد ساعات المشاهدة وعدد المشاهدات. لكن لو اخدنا ال 365 يوم اللي هي سنة كاملة، تمام، وقارنتها بصفحة تحقيق الربح عدد الساعات هنا وعدد الساعات هنا، هتلاقي ان عدد ساعات المشاهدة في صفحة تحقيق الربح بتختلف وبتتناقص بشكل كبير جدا. ده نتيجة تأخر الإحصاءات في صفحة تحقيق الربح لمدة 3 أيام. أتمنى أن أنا أكون جاوبت على استفسار أحد المتابعين، وأتمنى أن أنا أكون قدمت لك معلومة مفيدة. إذا عجبك الفيديو ما تنسناش باللايك والشير، وتعليقاتكم أكيد دعم لينا، بانتظار تعليقاتكم واستفساراتكم عشان أرد عليها، ولو لزم الأمر أي تعليق أو أي استفسار هعمل له فيديو. ما تنسناش بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الكل عشان يوصلكم كل جديد. خالص تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.